انت بتفكر في الكلب بتاعك وعاوز تديله كل حاجة انت تقدر تديها له، وانت بتدور بالساعات على احسن اكل واحسن شامبو واحسن مكان يقعد فيه، ما تنساش ان في كلب زيه بالظبط تحت بيتك او في الشارع اللي جنبك، او واقف قدام محل اكل نفسه حد يبصله بصة رضا ويهتم بيه ولو بشوية اكل صغيرين هيخلوه سعيد وممتن لك ومعتبرك صاحبه. كلنا بنفرح قوي لما بنعمل خير، ليه ما يكونش الخير ده لإنقاذ روح بريئة ملهاش حد غيرك؟ احنا في إيجي بابي ما نسيناش كل الأرواح البريئة دي، وقررنا إن أي دراي فود هتشتري من عندنا هتاخد عليه عبوة 1.5 كيلو زيادة موجهة لإنقاذ كل روح بريئة ملهاش حد غيرك.